الأستاذة والفنانة مروة جبريل، أهلا بيكي معانا. أهلا بيك. يلا اسألني. دراستك لعلم النفس ساعدتك إزاي في اكتشاف الممثلين؟ دراستي ماجستيري في كتابة سيناريو علمتني تركيبة الشخصيات عاملة إزاي، وعلم النفس ساعدتني إن البني آدم إزاي يخش جوه الشخصية دي. يعني إيه أدرب حد على التمثيل والتقمص؟ مش المفروض التمثيل ده موهبة؟ التمثيل موهبة فعلا، بس أنا لو قعدت أقول لك حاجة كتير قوي، يعني أنا طبعا لازم أمرنك، بس أنا لو قعدت أحاول أقنعك بحاجة وإنت قعدت تقنع نفسك هتصدق إن أنت بني آدم تاني، وليها تكنيك معين إن أنت تصدق إن أنت بني آدم تاني، فده فن التقمص. في البداية ليه ما قدمتيش نفسك كممثلة؟ عشان أهلي ما كانوش موافقين. أهو أرديني بقول لهم أهو. نجوم كبار زي عادل إمام وسمير غانم ومحمود عبد العزيز مش دارسين تمثيل، ومع ذلك بقى ممثلين كبار، تعليق إيه؟ الخبرة والتمرس، إن أي حد عنده موهبة، بس في ناس بدل ما يتمرنوا في ورشة أو في معهد فنون مسرحية، بدل ما يتمرنوا في إطار حاجة تعليمية، بيتمرنوا من خلال مسلسلاتهم وأفلامهم، فعشان كده بمرور الزمن بيبقوا عندهم خبرة ومتمرنين. هل أصبحت ورش التمثيل بديل عن معهد السينما وفنون مسرحية؟ لا، هي مش بديلة. هو الورش التمثيل، أنا ما أقدرش أتكلم عن ورش تانية، بس أنا أقدر أتكلم عن ورشتي أنا. الورشة بتاعتي بتدرس تعليم تمثيل سينمائي. معهد فنون مسرحية بتعلم مسرح، هي معهد فنون مسرحية. مروة جبريل إزاي بتكتشف النجوم؟ أنا زمان بصراحة هكلمك منتهى الأمان، انا زمان كنت بحس اللي هو يعني ايه واحد يخش يقول لي انفع، اي حد ممكن ينفع، ما تعرفش، لازم امتحنه، لازم اشوف هو عنده ايه وذكائه ايه وفهمه ايه، حاجات كتير قوي. بمرور الوقت بقيت فاهمه يعني ايه خبره، بقيت فاهمه يعني ايه هل فعلا حد عنده حاجه ولا ما عندوش، هل فعلا ينفع، هل ينفع يطلع منه حاجه ولا لا. مين من الممثلين الحاليين اللي خرجوا من تحت ايد مروه جبريل؟ لا كتير كتير. خليني احكي دينا الشربيني، ياسمين رئيس، اكرم حسني، انجي المقدم، نجله بدر، دنيا سمير غانم، احمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، احمد فهمي واما، هيفا وهبي، منى زكي، خالد صالح رب الله يرحمه، في مين تاني، انا خايفه انسى حد، احمد صلاح حسني، انا فعلا انا خايفه انسى ناس. لو عايزه امثل وبخاف من الكاميرا، مروه جبريل هتساعدني ازاي؟ انا بحس خوف من الكاميرا دي ليها علاقه بان انت مش عارف انت بتعمل ايه. لو اتعلمت كويس قوي انت بتعمل ايه، مش هيبقى عندك خوف من الكاميرا خالص. قبل ما اخد ورشه تمثيل لازم اشوف في نفسي ايه عشان اجي اخد الورشه واقول انا انفع ممثل؟ بص هقول لك حاجه، لازم تشوف في نفسك حاجه واحده بس، اتفرج على فيلم على اي قناه، واتفرج على الممثل وهو بيمثل. لو عدى جوه دماغك انا ليه ما بقاش مكانه، ده رقم واحد. او ان انت تخيلت نفسك جوه الفيلم، اعرف ان انت جواك ممثل. مثلتي في سرايا عابدين ومسلسل الشك، بعد كده ليه مساحه ادوارك ما زادتش وبقت المشاهد اكتر والمسلسلات اكتر والناس تعرف مروه جبريل اكتر؟ يعني انا نفسي السؤال ده يتقال للمخرجين والمنتجين بصراحه، بس انا بحس ان ليها علاقه بشغلتي، ان ليه نشغل حد بيطلع مثلا 5000 50000 ممثل في السنه او 50 ممثل في السنه وشاطرين، ليه نعمل كده ونضيع ده؟ فما بيجيليش الفرص اللي بيجي لبقيه ممثلين كتير قوي. من وجهه نظر مروه جبريل، مين من النجوم الحاليين لازم ياخد ورشه تمثيل؟ مش عارفه، انا بصراحه بحس ان كل الممثلين محتاجين ياخدوا ورش، لانها عامله زي الجيم. هل محمد رمضان هو فعلا نمبر 1؟ محمد رمضان محمد رمضان حبيبي. لا، نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر مليون، ده دي حاجه بتاعته هو، بس انا كفنان انا بحترمه جدا وبحسه بني ادم متواضع، ودي اهم حاجه المفروض اي فنان يبقى عنده. مين مطربة شفتي تعبيرات وشها على المسرح أو في كليب وقلتي دي لازم تمثل؟ أصالة طبعا، أصالة طبعا، واتكلمت معاها وهي حابة الفكرة، وإن شاء الله يعني تلاقي الوقت ونعمل القصة دي سوا. مروة جبريل فعلا كان ليها دور في اختيار مينا مسعود لفيلم علاء الدين؟ بص، كان ليا أحب إن أنا أحس إن أنا كان ليا افكت، أو كان ليا لمسة من بعيد مش من قريب، بمعنى ان البني ادمه او الاستاذه اللي كانت ماسكه الموضوع، الهيد، البوس، البيج بوس في الاختيارات دي، جت مصر
وقعدت واتكلمت معاها ووريتها وريت لها المصريين وقدرت اقنعها ان علاء الدين ده لازم يبقى مصري. تعرف علاء الدين قصه عراقيه اساسا او تراث العراقي. فقلت لها هما بيدوروا في العالم كله في الهند وفي كل حته، قلت لها الشخصيه بتاعت علاء الدين دي شخصيه مصريه بحته، فدوري على مصري في اي حته. رشحتي مين لدور علاء الدين من مصر؟ احمد مالك، محمد الشرنوبي، لا كان في لسه ناس كتير بس هي عشان بقالها 3 سنين تقريبا. نصيحه توجهيها لكل حد عايز يمثل؟ لازم يبقى عندك صبر ولازم تبقى عنيد وما تقبلش لا من اول مره. اشتغل على نفسك، حاول دايما تشتغل على نفسك. الاستاذه مروه جبريل الجميله الموهوبه، شكرا ليكي، نورتينا. ربنا يخليك. ميرسي يا مروه.